تمام، حضرتك اللي قلتيه ده مظبوط. احنا كنا في موقف صعب للغايه. نتكلم على الشهر اللي فات بالذات، ماذا حدث؟ بعتبر الشهر اللي فات ده خلاصه اللي تمت في الخمس سنين اللي فاتوا. اول حاجه، احنا كنا مطرودين من منظمه الاتحاد الافريقي اللي عملها عبد الناصر مش في من كام سنه وهي الاساسي. مطرودين فجاه بجهد كبير رجعنا، ويتولى الرئيس المصري رئيس الاتحاد الافريقي. وما كانش رئيس جاي يقعد سنة ويمشي، لا ده جامع الوزراء وعمل خطة عشان تتواجد مصر في أفريقيا. ده واحد. بعديها حصل مؤتمر ميونخ. مؤتمر ميونخ ده من سنة 76 لم يدع له لأي رئيس مصري ولا عربي ولا إسلامي ولا شرق أوسطي، وأول مرة يدعى الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف ويتكلم في الافتتاحيات. يعني دايما لما يجي ضيف اخر يوم يتكلم يقول كلمه، لكن ده راح متكلم في اول يوم في الافتتاح. عرض وجهه مكافحه الارهاب ودور مش مصر بس والعالم، اتكلم على الهجره واتكلم على حاجات كتيره جدا، واتكلم على القضيه الفلسطينيه عشان ما حدش يقول احنا بنطلع بره وبيعنا القضيه. فحقيقي انا بعتبر كان يعني موقف رائع لمصر تخش ده. وبعدين بقى الاحلى مؤتمر شرم الشيخ، المؤتمر العربي الاوروبي. ايوه العرب واوروبا، ومين بيرقص المؤتمر؟ رئيس عبد الفتاح السيسي. بيتعمل فين؟ في مصر ولاول مره، وفي شرم الشيخ ولاول مره. ولاول مره يجي لك 50 رئيس دوله، صحيح، يجي لك 22 دوله عربيه و28 دوله من اوروبا من الاتحاد الاوروبي، تيجي لك تريزا ماي، تيجي لك ميركل، في الناس دي كلها وقعدت في شرم الشيخ. وبعدين للاسف طبعا فرحتنا في المؤتمر ده اتقتلت بعديها بيومين بالحادثه القطر وبتاع، وكلنا زعلنا. لكن يا جماعه لازم نعرف ان عشان تنظمي مؤتمر ده ب50 رئيس دوله دي حاجه كبيره جدا، ولم تحدث غلطه، والحمد لله طلع تمام، ان شاء الله هيتنفذ بعد كده المره الجايه في اوروبا. لكن مصر بدات تعود لتاخد موقعها الريادي في المنطقة. بعد ما زي ما انت قلتي كنا بعد 30 يونيو هناك من اللي اعترف بمصر، وهناك اللي رافض الاعتراف، ودول كبيرة مش عايزين نتكلم، انما حقيقي احنا في السياسة الخارجية اصبحنا لنا موقف. ازاي ده حصل يا فندم؟ ازاي حقق ده؟ بجهود، بجهود طبعا. انت النهاردة عشان مصر تاخد المؤتمر الاوروبي العربي ده هنا في مصر، ده كان مش اي كلام. طب كانت تعمل في اي دولة عربية؟ ما انت عندك 22 دولة، اشمعنى مصر اللي تيجي؟ مش معنى الرئيس عبد الفتاح السيسي. فدي قدرة. أنا في صورة كانت طلعتها في جميع الجرائد البريطانية تاني يوم، تريزا ماي وهي بتلعب بلياردو في شرم الشيخ. طبعا الصحف البريطانية قالتها ايه؟ الست سايبة البريكست والخروج من الاتحاد الأوروبي وراحة ريلاكسيشن. شوف الكلمة دي مصلحتنا برضو انها مصلحتنا. طبعا هما بيهاجموها، لكن انت لو انت بريطانيه وقاعده بتتفرجي، الله تريزا ماي ده انجلترا اللي منعنا مشكور زمايلنا طلعت. يعني تريزا ماي اللي هي قاعده في شرم الشيخ وبتستمتع وبعد شايفه بتلعب وبعدين ايه ومعاها ميركل واتفاق وبعدين رئيس وزراء ايطاليا كمان وبعدين اتخبالك ان انجلترا هي الدوله اللي حتى الان عامله حظر للبريطانيين لوصول السياحه اللي هي شرم الشيخ. فطبعا الكلام ده كله بيدي مصر مصداقيه وكبيره، وانك دوله عظيمه قادره ان ننظم مؤتمرات من النوعيه دي، وفي عندي امن وعندي استقرار وعندي قدره. لما كان بيبقى عندنا مؤتمر قمه فيه 18 بتاع، كنا ده انت 50 رئيس دوله بمشاكلهم بحراسهم. فاعتقد وبعدين النتائج فكانت حكايه. وبعدين مين بيرقص؟ رئيس مصر بيرقص العرب والاوروبي، فكان حاجه تشرف. طب لما حضرتك تتكلم على انه الرئيس تكلم عن مكافحه الارهاب والهجره غير الشرعيه، وعارفين طبعا اوروبا مهتمه بده بشكل كبير، نجاح مصر في الملفين دول ازاي انعكس على دورها، على اللجوء ليها، على الاستماع لارائها ووجهه نظرها في معالجه القضايا دي؟ اولا برافو عليك، سؤال جميل. نخلص الاول موضوع الهجره الغير شرعيه. اولا مصر هي الدوله الوحيده في المنطقه اللي ما كانش تمت من خلالها ولا هجره شرعيه. والرئيس في مؤتمر ميونخ قال ايه؟ قال يا جماعه مش ان احنا نوقف بس، لازم نشوف الاسباب. أيوة. ونبتلها. فعشان كده جينا في شرم الشيخ، ميركل قالت ايه؟ انا هوفر من الميزانيه اموال عشان امنع البطاله اللي موجوده في الدول اللي بتهاجم من الافراد. ده كان بناء على توصيه مين؟ الرئيس السيسي في مؤتمر ميونخ. يعني اذا الكلام بيتقبل. ده بالنسبه للهجره الغير شرعيه. بالنسبه بقى للارهاب، احنا لنا دور كبير جدا،
وقدرنا الفتره اللي فاتت نحقق انتصار على الارهاب، والحمد لله قطعنا شوط كويس جدا. وشفت النهارده كان كل يوم كان بيحصل ايه وكرم القواديس والتقلق، النهارده الامور تمام، فمصر عندها خبره كويسه جدا.